من مشاهدينا وعدناكم قبل الفاصل انه حينضم لنا ضيف موجود ويانا بالاستوديو، اكيد انضم لنا. وموضوع حلقتنا لهذا اليوم، احنا نقول الكثير من الناس تلجأ للتداوي بالاعشاب ولكن عن طريق وصفات معينه موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي. ما نعرف هل هي هذه وصفات موثقه، هل هي هذه صح ام خطا، تنفع لناس وتضر ناس. الكثير من الأسئلة حيجاوب عليها معنا الدكتور سعد الحمداني المتخصص بالتداوي بالأبر الصينية والتداوي بالأعشاب. يسعد صباحك دكتور. أسعد الله صباحكم. صباح الخير أستاذ ياسين، صباح الخير أستاذ محمد، حياكم الله وبياكم وبارك الله فيكم. كل الهلا بيك دكتور. طبعا آخر لقاء احنا مر بسرعة وما قدرنا نحكي بكل المواضيع. بالضبط. احنا نريد نعرف على موضوع التداوي بالأعشاب والأبر الصينية. شو تحب منين نبدي؟ نعم والله أهم موضوع هو الوصفات العشوائية الموجودة عبر الإنترنت، وأنا أقول الوصفات التي تكتب باللغة العربية للأسف، لأن المواقع السايت اللي موجود مكتوب باللغة العربية للأسف هو غير موثق وغير مدقق من قبل أخصائيين. مثلا يوجد جروب معين، هالجروب يبث شعر، يكتب شعر، وصفة مكياج، تسريحة شعر، بعدين يجي يتكلم في طب الأعشاب. هذا الأمر طبعا ما يصير. ودليل كلامي، لو أنك الآن تكتب أي نبتة تكتبها باللغة العربية راح تطلع لك عدة أعمدة، وهذه الأعمدة عندما أدققها أنا كمختص يعني أراها أنها مضحكة، شيء يناقض شيء. بينما نفس النبتة لو تكتب باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية أو باللغة الألمانية، أول ما تفتح الصفحة تجد اسم مؤسسة علمية محترمة موثقة لها صداها ولها سمعتها تتكلم عن هذه النبتة، ومع هذا لما يتكلم عن الفوائد بالأخير يذيل، يقول لك يجب استشارة الطبيب المختص، يعني طبيب الأعشاب المختص، بعدين ينطي التداخلات الدوائية بين هذه النبتة وبين ما يأخذه الشخص من أدوية صيدلانية. لا هو طبيب الأعشاب يعتبر يعني طبيب، لو يعتبر خبير أعشاب. لا لا ما هو كلمة، ترى كلمة خبير أعشاب، خبير أعشاب يعني فقط يفهم بهذه النبتة، هذا مثلا شيح، هذا قيصوم، هذا خبير أعشاب. كلمة خبير أعشاب لا يوجد خبير أعشاب. زين شلون طبيب يعني غير لازم شهادة مثلا معينة، دكتور أمر معين طبعا. يعني بالعراق احنا نفتقر لهالشيء، هاي مشكلة. مو احنا اخي بالحلقة السابقة قلت لك انه أكاديمية علوم الطب الصيني هي المؤسسة الوحيدة في العالم ولها فروع التي تدرس الطب الصيني، اي طبعا الطب الصيني يشمل الإبر الصينية ويشمل الهيربولوجي اللي هو علم التداوي بالأعشاب. وما غير ذلك فقط يعني نعم فاتحين يمكن مصلحة محلات وعرفون شوية معلومات. لا دعني أوضح المؤسسة الثانية هي المؤسسة الهندية وما يسمى بالأيورفيديك ميديسين، الطب الأيورفيدي، هذه أيضا مؤسسة رصينة. مدرسة الطب، يعني مدرسة الطب هي تدرس الطالب التشريح وتدرس علم وظائف الأعضاء والدرس الأمراض، الدرس التراكيب الكيميائية وما يخصها، يعني التراكيب الكيميائية ما يخصها بالتراكيب العشبية. نعم. يعني هناك الفارماكولوجي وهناك الفارماكوجنوزي. فارماكولوجي علم الأدوية، يخص علم الأدوية الكيميائية التي تصنع في المصانع سواء من أصول طبيعية أو من أصول غير طبيعية، تفاعلات كيميائية. أما الفارماكوجنوزي فهي علم تركيبة الكيمياء العضوية لهذه النبتة. هكذا فقط نحن نميز. ربما في مصر تفتح دورات، لأن مصر ليست رائدة في هذا المجال، ولكن تجمع من هنا وتجمع من هنا، تجمع من الطب الصيني وتجمع من الطب الهندي الأيورفيدي وتجمع من البوتاني أيضا، هذا صنف من الطب اللي يخص مناطق التبت. وتسوي كورسات، لكن هذه الكورسات مع هذا لا بأس بها، يعني ما نقول أنها ممتازة ولكن لا بأس بها، تمشي الحال.
أما أن يأتي شخص ويقول أنا والله عندي كتاب التذكرة لداود الأنطاكي، تذكرة أولي الألباب في العجب العجاب. طبعا رجل داود الأنطاكي كان عالم، عالم وفقيه وفي نفس الوقت طبيب يعالج. هذا الكلام داود الأنطاكي عاش يعني قبل 450 سنة، مع ذلك قبل 450 سنة كانت هنالك جامعات، جامعة اسطنبول للعلم. نعم، قبل 450 سنة أسست جامعة اسطنبول، وكان جامعات في أوروبا تدرس الطب. آنذاك كان الطب كله يعتمد على الأعشاب، يعني الطبيب يدرس كل مواد الطب ثم يداوي بالأعشاب. ما كانت هنالك صناعات دوائية، صناعات دوائية ما كانت، أمر الصناعات الدوائية كلها بعد الثورة الصناعية في أوروبا، شملت الصناعة كل شيء، ضمنها صارت عمليات العزل، يعني عزل المادة الفلانية عن المادة الفلانية من النبتة نفسها حتى نطلع مستحضر. نعم. يعني مثلا الأسبرين حضر من 1885، الريسورس المصدر الرئيسي له اللي هو أوراق الصفصاف. نعم. أوراق الصفصاف فيها مادة الأسيتيل سالسيليك أسيد، يعزلوها لأن بعدة مواد يعزلوها أنتج لك الأسبرين. وهكذا جرت كرت السبحة على مواد أخرى. لكن في 40 سنة الأخيرة خرج طور الاستخلاص إلى طور التصنيع من تفاعلات كيميائية، البنزينول وغيره ومنتجات النفط، أصبح تحضر أدوية. حلو. فنحن نقول عندما يعني يذكر المصدر الغربي مثلا ذكر لك النعناع يفيد كذا ويفيد كذا وآثاره الجانبية. نعم. كذا حتى للنباتات آثار جانبية. هناك معلومة للأسف تداولها الناس، طبعا معلومة مغلوطة، اللي هي يقول لك يا بالأعشاب إذا ما فادت مضر. لا، شو مضر؟ إذا إلها مضار. إذا وقعت في يد شخص يعني ليس مختصا ولا يعرف ماذا تفعل هذه النبتة بالجسم ويوصفها، لا بل تصبح ضارة. مثل شنو دكتور؟ ممكن مثل أكون نبتات ضارة. الحنظل. الحنظل هذا المر. كثير من الناس تتصور أن السكر عندنا جلاس شاي وسكر يمه، نريد نخففه نقلل السكر، نريد ما نخففه ما نخلي سكر. فذولا يصورون بأن الجسم البشري إذا دخلت له شيء مر راح تنخفض نسبة السكر. طبعا هاي معلومة مغلوطة. نفسها مادة الإنسولين البشري اللي ينتج البنكرياس في الوصف أنها مادة عديمة اللون وعديمة الرائحة، أو لونها يميل إلى الحليب الخفيف بس بدون طعم ورائحة. زين شلون تخفض السكر وتحرق الجلوكوز؟ فإذا هاي معلومات غلط. يعني هسه الحنظل خطر جدا. شلون؟ ها الحنظل طبعا بمادة مواد قلوية، المواد القلوية تفيد الجسم بنسب ضعيفة بسيطة حتى تعدل حموضة الدم، لأنه معظم الأمراض طبعا بحوث يعني حديثة. نعم. معظم الأمراض تتسبب في ارتفاع حامضية الدم. نعم. يعني الإنسان اللي وصل دمه حامضي يكون عرضة لإصابة بأمراض كثيرة وبضمنها الأمراض الخبيثة. فإحنا الجسم متعادل، لا هو حامضي ولا هو قاعدي. حلو. إذا زيدنا القاعدية بالمرة أيضا ما يصير. وهكذا طبعا معروفة لدى يعني أطباء المختبرات، لما يكون تحليل الإدرار ينطي إشارة أسيد أو ألكالين، حامضي أو قاعدي، حتى الطبيب المعالج يعرف الشخص هذا ايش ينطيه، إذا حامضي ايش ينطيه وإذا قاعدي ايش ينطيه. طبعا للأسف هذه حتى هذا تحليل الإدرار البسيط كثير من الأطباء يهمل هذه أول ثلاث فقرات من تحليل الإدرار وينزل تحت حتى يلاحظ البكتيريا والباص الصديد أو الرمل أو خلايا الدم الحمراء الريد بلود سيلز. ولكن في نفس الوقت نقول بأنه كما قال سقراط، سقراط قال كل حكيم طبيب وليس كل طبيب حكيم. ليش كل حكيم طبيب؟ لأن هذا ما وصل مرحلة حكيم إلا بعد أن ملى دماغه بالعلم. للأسف أطباء السنوات الأخيرة حتى في الطب العام
وأنا أقولها وأتحداهم. للأسف 100 وسيلة مساعدة عنده وما يعرف يشخص. وسابقاً الأطباء كان ما عنده وسيلة مساعدة، إيده هاي إيديه وعقله هي الوسيلة المساعدة. وطبعاً هناك شواهد، صح، موجودة شواهد لأطباء مثلاً عالميين يذكر بأنه دخل إليه المريض الفلاني وقال له كذا وكذا وكذا وكأنه عايش وياه. بضمن حتى أنه كان طبيب في خلافة المعتصم اسمه ابن الأزرق، هذا كان طبيب بارع والمعتصم يستشيره. بيوم من الأيام أحد وزراء المعتصم قال له أريد هذا يعني استأذنك يجي يمي للبيت يكشف على مرتي مريضة. فأنطى أذن الخليفة فراح. قال له أين زوجك؟ وين زوجتك؟ قال لا أرضى أن تظهر أمام أحد. قال إذا مو وراء حجاب وكلمها، يعني شلون راح يفحص المريضة وما يشوفها؟ فجدتي صارت وراء حجاب، هذا ابن الأزرق مطاه خيط، قال اربط هذا الخيط برسغها حتى يقص النبض مالها من خلال الخيط. فانطى الخيط لزمه، جر الخيط وترى حتى يسمع النبض. طبعا هاي القابلية مو كل واحد عنده القابلية يعني يسمع من خلال الخيط النبض. فيقول رمى الخيط، انتظر لحظات ثم رمى الخيط وغضب، طلع شال الشنطة ماله وطلع. كان عنده طبعا حقيبة، كل طبيب عنده حقيبة. يعني اكو بعض الناس تصور ان كان طب هيك متخلف، كان حتى آلات جراحية بالعكس. موجودة، كانوا يجرون عمليات جراحية. فصاح الوزير قال له ليش غضبت؟ قال له أو تستغفلني؟ قال له انت تضحك علي تستغفلني؟ قال لي ما استغفلك، قال لقد ربطت الخيط برسغ قطة وليس برسغ زوجتك. يا الله. هذا واحد خلال النبض. هذا واحد. الدكتور العلامة الدكتور داود الشلبي الموصلي، هذا الرجل طبعا للأسف المفروض يعني يعتبر علم من أعلام العراق، كان يقرأ ويكتب بأربع لغات، باليونانية القديمة وبالفرنسية وبالإنجليزية وبالتركية، ويجيد ثلاث لغات أخرى بمستوى أقل وهي الفارسية والألمانية والأردية. له مؤلفات الدكتور داود الشلبي. أهالي الموصل طبعا هو مات يعني أعتقد سنة 55، كان هو طبعا أول من أسس المستشفى العسكري في الموصل. فله في مذكراته، أنا قرأت مذكراته اللي مخطوطة باليد وصلتني عن طريق يعني أحد أقاربه جزاه الله خير، وكانت وصيته أنه هذه لا تستنسخ، فقط تقرأ من قبل صاحب اختصاص. فعندما قرأتها كانوا المرضى عندما يأتي المريض إليه لا يسمح له أن يتكلم، ما يسمح للمريض يتكلم، هو يفحصه، طلع لسانك، سماع عنده سابقا البوقية، سمع النبض ماله، سمع صوت الرئتين ماله، كبس على عضلاته على جسمه. قال له أنت لا تأكل فلانشي، أنت ملح بأكل فلانشي، لا تأكل بعد فلانشي، أنت ما تمشي، أنت ما كذا. هذا الطب هكذا. روى لي جراح رحمة الله عليه، ذهب إلى رحمة الله من الموصل، قال ذهبنا للتدريب سنة 82 في إنجلترا للحصول على شهادة الFRCS. قال فواحد بروفيسور معتزل الجراحة ولكنه مستشار جراحة، فيجلس معهم وتجي حالة وأكو يعني زجاج حتى المريض لا يسمعش يحجون. قال فدخل واحد قال هو دا يمشي، قال سجلوا عندكم ملاحظة هذا من فلان ولاية من خلال مشية. قالوا بعد راح أسأله أسئلة أخرى راح تخلوها أمامكم. قال فلما إجا هذا قالوا له أقعد، قعد. طبعا هو عنده فايل يمهم. فرجع هذا البروفيسور هذا المستشار سأله قال له أنت من فلان ولاية؟ قال له نعم. قال له خدمت بفلان منطقة بالجيش؟ قال له نعم خدمت. قال له أكثر من 5 سنوات؟ قال له أكثر من 5 سنوات. قال له أنت عسكري؟ قال له نعم أنا عسكري. فانطول علاج ومشى. فيذكر لي هذا الطبيب الموصلي رحمة الله عليه اللي روى هذه الرواية،
قال فسألنا قلنا له بروف يعني شلون توقعت من المدينة الفلانية؟ قال أهل المدينة الفلانية المقاطعة الفلانية هذول يلحون بأكل البوتيتا. فبعد تقدم العمر صار عندهم طريقة في المشية سموها ديوك ووكينج، مشية البطة، صار عنده فتح خلل بالمفاصل. ليش تأثر هيك البوتيتا على شيء؟ طبعا معين؟ كل شيء يؤكل أكثر من حده. طيب دكتور قبل ما يداهمنا الوقت، انت قلت اذا الواحد يطلع الوصفه بالانجليزي ممكن تكون اكثر ثقه مما تكون بالعربي. طبعاً. طيب احنا ما عندنا احد مثل امثال حضرتك يترجمها ويكتب انه ترجمه فلان وتكون موثوقه. طبعا طبعا انا كان كتبت لي كذا مؤسسه وقلت لهم بانه ما يصير احنا العرب، المشكله مو بس بالعراق، كل الوطن العربي المشكله، بكل الوطن العربي. طيب واكو اخصائي مو بس اني، اكو اخصائيين يعني آخرين، أكو أخصائي مثلاً بالفارماكولوجي، أكو أخصائي طبعاً. ليش؟ لأنه يعني الوصفة هذه الطبيب اللي دار الصيدلة أيضاً يعرفها، يعني مثلاً مختص بالصيدلة أيضاً يعرفها لهذه الأمور. لكن هل أأتي أنا وأترجم؟ أين المؤسسة التي تتبناني؟ وين المؤسسة اللي تدفع لي؟ هاي يعني أيضاً مو موجودة عندنا، مو أقعد أني يذوب نظري وأتعب مقابل لا شيء، ويجوز حتى ولا يقولوا لي شكرا. فهذه مسألة اختصاص مؤسسات، مختصاص مؤسسات. إذا تريد ترفع نفسها مثل ما كنا إحنا، مركز طب أعشاب جامعة بغداد كان له صدى، كان له منشورات، كان له إصدارات. فالآن إذا هم يدعون نفسهم حبهم للوطن وهم أزالوا النظام الفاسد، شوفونا شغلكم، شوفونا عضلاتكم، انتم النظام مو فاسد، شوفونا عضلاتكم، شوفونا شغلكم، رجعوا قيمة العراقي مثل ما كان، رجعوا قيمة التعليم مثل ما كان. انتم مو بس زيدتوا رواتب الأساتذة الجامعيين وهبطوا المستوى. الطالب اللي كان يدرس أيام الحصار بالتسعين 91 91 فما بعدها ثقي في كل الاختصاصات، هو أفضل من الطالب اللي بعد أن طغى وأصبح عنده آيباد وأصبح عنده آيفون وأصبح العلم لا قيمة له. صح. أريد أسألك صح سؤال دكتور مهم. هو موضوع الأمراض الخبيثة يا ستار. نعم. السرطان. نعم. وغيرها اللي تتضمن يعني موضوع السرطان هو موضوع تعرف يعني طبعا شائك وبتفاصيل. نعم. عديدة. طب الأعشاب. نعم. إلى حل أو الطب الصيني ما أريد. نعم. أقول يعني. نعم. الطب الصيني وطب الأعشاب نعم. تفضل إلى حل هاي الأمراض. أولا في الحلقة الماضية أنا ذكرت لا نوصل نفسنا إلى الإصابة بالسرطان. إذا يا ستار صار يعني واحد ما قدر. نعم. يسوي وقاية. نعم. وصل يا ستار. نعم. للمرض يريد يعالج. نعم نعم. أكثر من بحث حتى لعلماء أمريكان ما لهم علاقة طب الأعشاب. علماء بيولوجي وعلماء طب أمريكان لهم هذه النظرية، يقول بأن الخلايا الخبيثة تتغذى على البلغم الموجود داخل الأنسجة. طبعا البلغم مو بس موجود بالجهاز التنفسي. لا، موجود داخل الأنسجة. فأنت حتى تعزل هذا الغذاء عن الخلية التي تتغذى على هذا الغذاء، يجب أن تعدل الغذاء، تمنع خمس أشياء: السكر المصنع، قاتل هذا السكر المصنع، الطحين الأبيض قاتل، اللحوم الحمراء بها فوائد لكن عند الإصابة تمنع، منتجات الألبان ذولا أصبحوا أربعة، والخامسة هو أي مادة معلبة مضاف لها يعني مواد حافظة. الله يعني الله يعينهم والله يعني. نعم. يعني منتجات الألبان والحليب كلها حتى لو كانت طبيعية. الحليب ومنتجاتها؟ منتجات الألبان تشمل حليب، لبن، جبن. شو يأكل يا دكتور؟ لا تقول لي شو يأكل. اكتبوا عبر الانترنت، اكتبوا المستشفى الروسي للعلاج بالصيام، مستشفى بموسكو يعالج بالصيام. يعني شنو يعالج بالصيام؟ ممنوع كل أكل، المريض يبقى أسبوع إلى عشرة أيام فقط يشرب ماء معدني، ماء معدني فقط. طبعا أول يوم يتحمل، ثاني يوم ينهار حسب قابليته هو، ثاني يوم وثالث يوم ينهار، رابع يوم يستعدل يعني بدأ الكبد يسحب الخزين اللي موجود، خامس يوم ما يحس بعد بالجوع ليشرب مي،
سادس سابع يوم يتماثل للشفاء من أمراض خطيرة. فقط ماي دكتور؟ فقط ما نعم. هاي العراق ما تفيد هاي الوصفة. إنسان. وإحنا مشكلتنا نريد إحنا نأكل كل شيء وما نصاب بالأمراض. لا كل شيء وإلا شيء. input وoutput. في كل شيء. يعني مثلاً الخبز بصورة عامة إذا منع الطحين يعني الخبز. أسمر واحد يأكل مو أبيض. مو المشكلة. أسمر يفيد. مو المشكلة المشكلة إحنا أيضاً نسينا نتكلم ما هو الذي يسبب لنا هاي الأمراض الخبيثة. طبعا رقم واحد الأمراض الخبيثة والأمراض التعسة الجلدية مثل البهاق والصدفية داء الثعلب وداء الثعلب هالثلاث أمراض هذه 95% من الحالات اللي تجي هي نتيجة شوك نتيجة الصدمة نتيجة صدمة. الصدمة صدمة أي نوع من الصدمات؟ صدمة عصبية، صدمة عاطفية، خوف طبعاً وإحنا العراقيين كنا قلق نتمتع فإذا نرجع للأمراض الخبيثة البلد مستباح قبل شوية جنابكم كنتم تتكلمون حول ليش الفلاح ما يزرع أمي بأي دولة بالعالم الفلاح ما يقدر يزرع إذا ما تدعمه وزارة الزراعة طبعاً إذا ما ناس توفر له بذور هو منين يعرفه؟ هو يسافر يروح لفلان دولة تجيبوا لي بذور فإذا حتى نمنع الأورام نحاول نمنع كل شيء مستورد طيب الآن نسبة المستورد في العراق إلى المنتج المحلي 95% مستورد 5% محلي فإذا الأمر ليس بأيدينا بل أريد لنا هذا حتى تظل حتى عقولنا تجمد وحتى نتمرض وحتى نظل ناخذ أدوية من الصيدلية مستديمة فالموضوع أكبر من طاقتنا ونسأل الله عز وجل أن آمين. يلهم آمين الرشد لهذول المسؤولين الموجودين والله يهديهم والله حتى يشوفون يشوفون حال الشعب احنا طبعا مدنا مستمتعين جدا مستمتعين بس دائما الوقت يداهمنا لان احنا محددين للاسف بوقت نورتنا ونتظر منك لقاء ان شاء الله لنا لقاءات اخرى ان شاء الله ان شاء الله دكتور بلقاءات اخرى نتناول كل اي تشخيص نعم. مثلا المرض الفلاني نعم. اذا يتداخل مع كذا دواء ممكن انه يتعالج بطريقه معينه ان شاء الله تعالى نتمنى طبعا الصحه والسلامه للشعب الصابر والشعب المسكين نسال الله عز وجل ان يهيئ له من يعني يرعاه شكرا جزيلا لك دكتور ان شاء الله دكتور سعد شكرا لك نورتنا اكيد شكرا لكم بارك الله فيكم الله يخليك